استمرار مسيرات القوى الوطنية إلى المجلس العسكري، وقف المجلس الإكريليكي بالكنيسة، والتحقيق في موقعة الكلب. الدكتور نصر فريد واصل يطرح رؤيته حول الدستور الإسلامي هنا العاصمة مع لميس الحديدي. مساء الخير. ده المشهد اللي انتوا شايفينه معانا حاليا، هو العباسية منذ قليل. هذه الاحتكاكات المحتدمة بين المصريين والمصريين، بين مين ومين ما احناش فاهمين. واي حد يدعي انه فاهم حاجة يبقى عبقري، واشكره واتمنى ان يقدم لنا كل التفسيرات الممكنة في علم السياسة وعلم الاجتماع والعلوم العسكرية جميعا. حتى هذه اللحظة 143 مصابا في الأحداث، في احتكاكات وقعت بين المواطنين بعضهم وبعض. مسيرة طالعة من التحرير لقوى سياسية ما احناش عارفين مين القوى السياسية دي، ذهبت إلى المجلس العسكري مش عارفين هم ليه رايحين المجلس العسكري. الشرطة العسكرية وقوات الجيش والمدرعات أوقفتهم في العباسية، وإذا بتراشق بالمولوتوف والحجارة وأي حاجة أنتوا عايزينها ومتخيلينها، ما بين ما قيل أنهم أهالي منطقة الويلي ومنطقة العباسية، من فوق السطوح ومن تحت السطوح ومن كل مكان خرجوا على المتظاهرين يضربوهم، واحتكاكات عنيفة بين المتظاهرين وبين الأهالي. هل دول أهالي؟ هل دول بلطجية؟ هل دول مستأجرين؟ مين بيعمل إيه؟ ما احناش فاهمين أي حاجة. وأعتقد أن الاشتباكات ما تزال مشتعلة، وحنجيب لكم أصوات من داخل هذه الاحتكاكات لنحاول أن احنا نفهم، وهذه المصادمات داخل العباسية نحاول نفهم. أسئلة كتيرة جدا مش فاهمين لها إجابة. هل الخلاف الآن أصبح بين المجلس العسكري وجماعة 6 إبريل؟ يعني اختزلت كل صراعاتنا وخلافاتنا تخوين بين المجلس العسكري متبادل واتهامات متبادلة بين المجلس وبين 6 إبريل. سيادة اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري منذ قليل اتهم 6 إبريل، مش بقى اتهامات بسيطة على الجزيرة، اتهامات يعني قاسية جدا. قال أن الجماعة تتلقى أموالا من الخارج لتقويض الدولة، وأن أعضائها يتلقون تدريبا في صربيا، مشيرا إلى أن شعار الحركة هو اليد المقلوبة، يشير إلى شعار الثورة الصربية. صربيا، نتمنى أن لو المجلس العسكري لديه معلومات أرجوه يعني أن يخرج بهذه المعلومات على المجتمع المصري، لأن دي مش موضوع سهل أن يكون هذه الجماعات ممولة من الخارج ولا أهداف وما إلى. ياريت نعرف بدل ما نلقي تهما لا يعني جزافا. أرجوكوا إحنا مستعدين إن إحنا نصدق إذا كانت هناك معلومات حقيقية ومستندات تدين حركة 6 إبريل. من الناحية الأخرى، حركة 6 إبريل طلعت رفضت ونفت كل الكلام ده، واتهمت المجلس العسكري إنه هو اللي بيحدث الوقيعة بين الناس وبين الجيش، بين الثورة وبين الجيش. لكن في سؤال تاني، طب إيه لازمة مسيرة من التحرير للمجلس العسكري من امبارح، وتم ايقافها امبارح في ميدان العباسية؟ طب ما احنا عارفين ان المسيرة دي مش هتكمل لوزارة الدفاع عفوا. طب ليه نقوم بها مرة اخرى؟ هل هو استفزاز؟ هل هو اصرار على الاستفزاز؟ يعني في اصرار مستمر؟ طيب ما احنا عارفين ميدان التحرير مكان مؤمن بالمتظاهرين، مؤمن، عارفين مين اللي بيدخل ومين اللي بيخرج، المتظاهرين مأمنين المكان. لكن ان تخرج هذه المسيرة وهناك ثورة مضادة وإحنا عارفين، وهناك بلطجية وإحنا عارفين، وهناك ناس تعبت وناس خافت وناس زهقت، ليه نعرض أنفسنا ونعرض الثورة لكل هذه المشاكل وكل هذه الانشقاقات بينها وبين الناس؟ إن الناس ترمي عليها الطوب من فوق الأسطح العمارات، ده دليل على إيه؟ ليه إصرار إن إحنا نروح عند وزارة الدفاع
علشان إصرار إن إحنا نستفز الجيش. طب إيه الهدف؟ هل الهدف إن إحنا يوم 23 ننكد عليهم يعني؟ ما هو لابد أن تكون هناك أهداف سياسية، لابد لكل السياسيين لديهم أهداف وأولويات. إيه الهدف إن إحنا نروح هناك؟ أسئلة كتيرة جداً، والأهم هل هناك انشقاق في جدار الثورة؟ هل أصبح هناك وجوه جديدة في ميدان التحرير؟ امبارح مراسلة الجزيرة مباشر شابة صغيرة تعرضت للضرب وطلعت قالت على قناة الجزيرة مباشر مش الثوار اللي ضربوني، والله اللي ضربوني وجوه غريبة بدأنا نشوفها داخل ميدان التحرير ما نعرفهاش. هذه الوجوه ما كناش نقدر نتكلم عليها قبل كده لأن احنا خايفين نتضايق الثوار، وبالتالي هذه وجوه غريبة موجودة داخل الميدان. هل هناك وجوه غريبة داخل الميدان؟ هل هناك مندسون؟ احنا ما بقيناش فاهمين، واي حد ارجوكوا اي حد فاهم يقول لنا، يحاول يشرح لنا، لان احنا خلاص عدم ما بقيناش فاهمين. والأسوأ اننا يبدو اننا فقدنا البوصلة الى اين نتجه. احنا مش عارفين احنا رايحين فين. نحن لا نستعد للانتخابات، نحن لا نستعد للغد، نحن نقع كل يوم في كارثة رد الفعل. أنا الحقيقة النهاردة سأستعين بصديق يمكن يحاول يشرح لنا من المشهد الأول ماذا يحدث، ويحاول يفسر لنا، وهو أستاذ علوم سياسية يمكن يحاول يفسر لنا إيه اللي بيحصل. الأستاذ الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو والعضو المؤسس طبعا بحزب مصر الحرية. مساء الخير. مساء النور يا لميس. أنا عارفة أنك جاي من الطيارة علينا. صح. هل أنت فاهم أي حاجة من المشهد ده؟ لا، أنا في الحقيقة موافق جدا مع المقدمة اللي أنت تفضلتي بيها، وتركيزك على أربع نقط رئيسية متهيألي بقى قطاع واسع جدا من المواطنين في مصر بيشعر بيها، والرأي العام في مصر بقى بيعبر عن قلقه من الأربع نقط دول بصورة متصاعدة. النقطة الأولى إن إحنا ما إحناش عارفين من يقف وراء ما يحدث في مصر خلال الأيام الماضية. وخلال الأيام الماضية الإشارة ما هياش بس للاعتصام في التحرير ولا الاعتصام والاحتجاج في ميادين أخرى في مصر، لأن الاعتصام والاحتجاج كان له أهداف معلنة، والأهداف المعلنة رأيي وتقديري كأنها أهداف جيد أنها يتم الحديث عنها ويتم رفعها ويتم التفاوض حول الأهداف ديت من خلال توظيف الشارع بصورة رئيسية. يعني لما تقولي التوقف عن محاكمة المدنية أمام القضاء العسكري، لما تقولي عايزين خريطة طريق محددة لمصر، تقولي عايزين قانون انتخابات يعاد النظر فيه لأن 50% قوائم و 50% مستقلين ما هياش كفاية عشان نخرج من اختلالات الحياة السياسية اللي فاتت، إلى آخر المطالب دي، كل ده جاي. السؤال بتاع مين واقف وراء الأحداث الأخيرة متعلق بالتصعيد وبممارسات عنيفة بدأت تتكرر بصورة مزعجة جدا وبصورة مقلقة جدا. والعنوان اللي انت مختارها النهاردة ثورة في خطر، فعلا على خلفية أحداث العنف اللي بتحصل سواء تراشق أو مشادات أو عنف متبادل بين المواطنين بعضهم وبعض أو مواقف غير واضحة للشرطة العسكرية أو قبل كده القوات الأمن المركزي في المواجهات اللي حصلت على خلفية احتفالات لعدد من أسر شهداء الثورة أعقبها اشتباكات في مسرح البالون. نعم. وفي التحرير وغيره. ففي سؤال كبير حوالين مين بيعمل إيه. السؤال الحاجة التانية اللي مهم جدا ان احنا نتكلم عنها وهي كمان مصدر قلق، هي ان احنا بنفتقد مش بس البوصلة، لا احنا بنفتقد لمعايير منضبطة في تصرف مؤسسات الدولة في تصرف القوى السياسية والوطنية. يوم اشتباكات مسرح البالون والتحرير كان في شواهد كتير على استخدام مفرط للقوة من جانب أجهزة الشرطة المصرية. اليوم انا مانيش عارف اللي بيحصل في العباسية ايه لغاية دلوقتي، ولا انت عارفاه ولا انا عارفه، لكن هنعرف بكرة. لكن حصيلة 100 وحاجة من المصابين بعد كام ساعة دي مسألة مزعجة. طيب. جدا. احنا معنا زميل صحفي في العباسية نحاول نفهم منه برضو الان الاشتباكات حالتها ايه، الاستاذ حاتم سالم الصحفي بجريدة اليوم السابع من ميدان العباسية. مساء الخير يا حاتم. مساء النور. ايه الوضع دلوقتي في العباسية؟ الوضع حاليا الاشتباكات توقفت تماما. البلطجية تراجعوا امام عايز اقف هنا عن القصه دي. البلطجيه دول فين او مين؟ البلطجيه دول كانوا مش موجودين اول ما المسيره بتاعه ميدان التحرير وصلت عند جامع النور. لما المسيره وصلت جامع النور قبل اذان المغرب، كان في اهالي من 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 حي العباسيه واقفين معاهم صفوف وصواطير وسنج
وعصيان وشوم، بس قالوا مش هنستخدمها. اهالي واقفين اهالي واقفين معاهم اسلحه بيضاء ومعاهم شوم، مش عايزين قالوا احنا مش هنستخدمها، بس احنا سامعين في التلفزيون ان في قلق النهارده.